أيقونات الأفلام التاريخية شاهدناهن في عدة أعمال، فأبهرتنا حيواتهن وسرحت مخيلاتنا فيما عايشناه من أحداث، فتن الرجال بجمالهن الأخاذ، وساهمت قصص الحب التي عشناها في تغيير مجريات الأحداث في التاريخ. وفي هذا التقرير سنستعرض لكم كيف كانت تبدو هؤلاء النساء الأيقونات. ندعوكم قبل أن نواصل إلى الاشتراك في قناتنا وإلى الإعجاب بالفيديو وزيارة موقعنا manartfirdaus.com. البداية ستكون مع باربرا راديوال. كانت هذه الأخيرة ملكة بولندا ودوقة ليتوانيا الكبرى، تزوجت من الملك سيغموند الثاني أوغوست، ولقد أحبها حبا كبيرا، إلا أن حماتها بونس فورسا كرهتها بشدة، لدرجة أنه يعتقد أنها هي من سممتها لتموت باربرا بعد 5 أشهر فقط من تتويجها كملكة. حزن الملك كثيرا على زوجته الحبيبة ولم يتحدث أبدا مع والدته بعد تلك الحادثة. وهذه أعزائي هي الصور الحقيقية لباربرا التي تابع قصتها في الدراما الكثير من المشاهدين. نمر إلى شخصية تاريخية أخرى جذبت الكثير من الاهتمام بعد أن تم تجسيد قصتها في الدراما، وهي طبعا الملكة آن بولين. كانت آن الزوجة الثانية للملك الإنجليزي هنري الثامن، ولقد وقع في حبها مما جعله يغير ديانة إنجلترا حتى يتمكن من تطليق زوجته الأولى والزواج من آن. جسدت شخصية الملكة الممثلة ناتالي بورتمان، ولقد أبدعت في ذلك لدرجة جعلت الكثيرين يهتمون أكثر بشخصية آن بولين. نأتي الآن إلى شخصية تاريخية أخرى تعلق بها الجماهير بعشقهم للممثلة، وهي بوني باركر، حيث كانت مع عشيقها كلايد من أشهر اللصوص في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه هي صورها الحقيقية، حيث أنه وخلال فترة الكساد الكبير في الولايات المتحدة أصبح الثنائي بوني وكلايد من اللصوص المشهورين في العالم، ولقد كانت قصتهما على كل لسان أمريكي. التقيا ببعضهما البعض في منزل صديق مشترك ليتحدا ويبدأ معا حياة خارج القانون. وعندما كانت بوني على قيد الحياة كرهت على نطاق واسع من قبل الشعب، حيث كانت صفحتها سوداء تماما، فبالإضافة إلى كونها لصة في وقت الكساد تتهم أيضا بضلوعها في مقتل شرطي، لينظر إلى بوني كأسوأ تجسيد للمرأة الأمريكية. إلا أنه وبعد تجسيد شخصيتها من قبل الدراما حظيت بتعاطف كبير وأصبحت لصة محبوبة، شأنها في ذلك شأن الكثير من الشخصيات الإجرامية التي يتم تجسيدها في الدراما لتتحول بقدرة قادر إلى شخصيات محبوبة. ومن هذه الشخصيات طبعا شخصية السلطانة خوريم، زوجة السلطان سليمان القانوني، حيث أنه وقبل تقديمها من قبل الدراما التركية كانت خوريم امرأة مكروهة في عصرها، ولم تذكر في كتب التاريخ سوى كامرأة جعلت سلطانا عظيما يقتل ابنه لتوصل بذلك ابنها الذي كان مكروها من قبل الشعب إلى الحكم. ظل الأمر على حاله إلى أن تم تقديم شخصيتها في الدراما لتعشقها شريحة كبرى من المشاهدين، وليتعرض للنقد اللاذع كل شخص يذكر مساوئها. نفس الشيء حصل مع السلطانة كوسم، وإن لم تكن مكروهة من قبل الشعب مثل السلطانة هوريم، إلا أن أغلب المؤرخين يؤكدون على أن السلطانة كوسم قد كان لها تأثير سيء جدا على الدولة العثمانية، حيث تغلغلت سلطنة الأغوات في الدولة وأصبحت كوسم حاكمة العثمانيين بشرائها للإنكشاريين الذين كانوا يطيعونها. كما لم تتورع هذه السلطانة عن الانقلاب على أولادها بغية الحفاظ على سلطتها ونفوذها. وتماما كالسلطانة خوريم، فإن الدراما قد جعلت الكثيرين يحبونها ويستمتون في الدفاع عنها. وطبعا فإننا نحترم كل الآراء ونتفهم رأي الأشخاص الذين يدافعون عن السلطانات. نصل الآن أعزائي إلى شخصية ماتا هاري. كانت هذه الأخيرة راقصة ومومسا وجاسوسة، فبعد زواج غير ناجح انتقلت إلى باريس، وهناك بدأت في أداء الرقصات الشرقية لتصبح نجمة شهيرة في فترة وجيزة. وطبعا فإن شهرتها جعلتها تتنقل بين الرجال الأقوياء، فكانت تختار الأغنى والأقوى نفوذا
فقط. وخلال الحرب العالمية الأولى جندت المخابرات الألمانية الراقصة لتستغل أسلوب حياتها في نقل المعلومات الهامة إلى ألمانيا، إلا أنها وفي وقت لاحق أصبحت جاسوسة للفرنسيين الذين اكتشفوا بعد وقت خيانتها لتتم مقاضاتها فتعدم رميا بالرصاص. ولقد جسدت قصتها في الدراما، وأنتج مسلسل تلفزيوني يسمى ماتاهاري، لعبت الدور الرئيسية فيه الفرنسية فاهينا جيوكانتي. أيضا تم تجسيد شخصية الملكة فيكتوريا في الدراما، حيث يوجد فيلم اسمه الشابة فيكتوريا، ولقد جسدت الممثلة إيميلي بلانت دور الملكة. وطبعا عادة ما تزيد الدراما من شعبية الشخصية التاريخية، حيث أحب الناس الملكة فيكتوريا أكثر من خلال هذا العمل. ولقد حكمت فيكتوريا بريطانيا لسنين طويلة، وأحبها الناس لما أحدثته من إنجازات. قامت الدراما أيضا بتجسيد شخصية والي سيمسون، سيدة المجتمع الأمريكية التي غيرت تاريخ بريطانيا، حيث أنه وفي سنة 1936 تنازل الملك إدوارد الثامن عن العرش، وذلك لأنه أحب واليس، المرأة التي طلقت مرتين. وطبعا بما أن القانون يمنعه من ذلك، فلقد تنازل الملك عن عرشه ليتزوج من هذه المرأة. صدر فيلم عن قصة الحب التي جمعت العاهل الإنجليزي بالسيدة الأمريكية واليس، ولقد أدت دورها الممثلة الإنجليزية أندريا رايزبورو. أيضا صدر مؤخرا العمل الشهير The Crown، والذي جسد حياة الملكة إليزابيث الثانية، ولقد أدى إتقان الممثلة لدور الملكة إلى زيادة شعبيتها، حيث عاشقها الكثيرون أكثر بعد أن شاهدوا تفاصيل كبيرة عن حياتها. ومن هنا أعزائي يمكننا أن نستنتج بأن الدراما تصنع التاريخ تماما كما يصنعها، وبأنها تساهم إلى حد كبير في تلميع صورة شخصيات تاريخية ربما قد كانت مكروهة من قبل. هكذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى آخر هذا التقرير، نتمنى أن يكون قد أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة. تحياتي، أنا فردوس حافظ الرشيد، إلى اللقاء. Thank you.